أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بسمة أمل. النهاردة معانا بسمة أمل جديدة. النهاردة فقرة متميزة، فقرة هكون معاكم فيها لوحدي. هكلمكم النهاردة عن حاجة إحنا بنعملها كل يوم. أنا هقول لكم، هخليها لكم فزورة. أنا طيفك وظلك وفي سندك وفي ظهرك، أوقات تلاقيني بشدك للأمام وأوقات تلاقيني بجرك نحو الفشل. علمني دربني وكن حازم معي، هتلاقيني بعمل كل حاجة تلقائيا. كن متساهلا معي وسوف أدمرك، أنا من أصنع العظماء، أما بالنسبة للفاشلين فأنا من أصنع فشلهم. أنا أشتغل بذكاء إنساني ولكني لست بآلة، أنا العادة. النهاردة موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن العادة. العادة والسلوك، هو إيه الفرق ما بين العادة والسلوك؟ السلوك هو كل فعل أو تصرف بيتصرف بيه الإنسان، سواء أكل أو شرب، نوم، طريقة الكلام، طريقة التفكير، كل ما يصدر من الإنسان هو ده بقول عليه تصرف وفعل. طيب التصرف والفعل ده لو اتكرر معانا بطريقة تلقائية هيبقى ايه؟ هيبقى عادة. النهاردة موضوع حلقتنا النهاردة عن العادة دي، العادة السلوكية. العادة السلوكية عبارة عن ايه؟ هي ازاي بتتشكل وازاي بتأثر في حياتنا وازاي ممكن تغير من شخصيتنا وازاي ترفعنا لفوق طريق النجاح وازاي توصل بينا لطريق الفشل. العادة السلوكية، العادة السلوكية بتتشكل ازاي؟ علماء المخ والأعصاب أثبتوا ان في منطقة أسفل المخ وبداية العمود الفقري، النقطة دي بتسمى أو المنطقة بتسمى المنطقة العقد القاعدية. العقد القاعدية هي عبارة عن مجموعة من الخلايا العصبية أو المسارات العصبية. المسارات العصبية دي هي المسؤولة عن السلوكيات التلقائية اللي بنعملها بدون لا وعي، زي النوم، زي في حالة الجوع، الإحساس بالجوع، أي سلوك تلقائي، زي لما بتشوف بتبقى في موقف شفت الأسد طبيعي لازم إيه؟ لازم تجري. السلوك نفسه التلقائي المسؤول عنه المنطقة دي، منطقة العقد القاعدية اللي هي أساساً بتسير حياتنا. كلنا عارفين فاكرين إن العادة دي حاجة كده معنوية ما مش محسوسة، لكن هي أساسها بيولوجي عصبي. بمعنى إن الفعل أي تصرف أنت بتعمله ولما بيبتدي يتكرر معاك يبتدي العقل اللاواعي بتسجيله، لأن العقل اللاواعي هو المسيطر بطريقة لا شعورية في حياتنا وفي تصرفاتنا وفي أفعالنا كلها. فبيبتدي العقل اللاواعي ده بيرسل للجهاز العصبي ان الفعل ده مهم او السلوك ده مهم، فيبتدي السلوك فيبتدي بتسجيل السلوك ده تسجيل، فيبتدي بتكرار المواقف يبقى سهل استرجاعه وسهل حدوثه. اذا في المنطقه دي هنا بتتكرر العاده. فوظيفه العقد القاعديه بتعمل ايه؟ بتخلق مسار عصبي في المنطقه دي. المسار العصبي ده بيقوى للسلوك، يعني بيمشي فيه السلوك، بيخلق مسار سهل جدا. مثلا السلوك، سلوك زي مثلا القراءه بصوت عالي، انا بحب اقرا بصوت عالي للتركيز، اتعودت على حاجه زي كده. فبتكرار العاده دي اصبح ان في مسار للسلوك عصبي بيخرج من العقد القاعديه، منطقه اسفل المخ. فكلما كررت العاده كلما قوى المسار. اذا بعد كده أصبح العادة قوية ومتمكنة منك، وهنقول لكم بعد كده إزاي نتخلص من العادة. إذا العادة خلي بالك جدا، العادة يا إما تبقى مدمرة ليك أو
تبقى حافز قوي ودافع قوي جدا للنجاح. طيب هنيجي لنقطة تانية، أوقات في فترات الفرح دايما بنحس بحزن، في ناس كتير بتحس بحزن بيقولك أنا ما بحسش بالفرح دايما. طيب السبب هنا إيه؟ هو الشعور بالحزن عادة. الشعور بالحزن عادة ليه؟ لأن ممكن يكون حصل لك موقف في حياتك قبل كده اتعرضت لحزن شديد وما قدرتش تسيطر عليه، هو تملك منك، بقيت ضعيف قدامه، الإحساس بالحزن وبقى متكرر معاك على طول. في الحالة دي بيتملك عندك الإحساس بالحزن، أصبح عادة. يعني العادة ليست فعل فقط، بل هو إحساس وشعور إحنا بنحس بيه. يعني أنت دلوقتي في إيدك إنك تبرمج نفسك، يا إما تحس بالتعاسة على طول أو تحس بالفرح والبهجة والسرور، لأنها عادة أنت ممكن تبنيها أو ممكن تمنحها. هننتقل لنقطة تانية، نوع الكلام اللي احنا بنردده في حياتنا عادة. دايما الكلام اللي احنا بنقوله لازم يبقى فيه مصطلحات يوميا نحطها في قاموسنا اليومي. زي لو حد جه سألك انت عامل النهارده، حياتك عامله ايه، الحياه كلها تعب يا عم، سيبك، انا زهقت، انا قرفت، لا اله الا الله، طب انت ليه متشائم كده، انا شايف الدنيا كلها صعبه وحشه ممله، مش حاسس بطعم الحياه، مش حاسس بسرور، مش حاسس باي حاجه خالص. هو السبب ده ليه؟ ما تيجي نسأل نفسنا السبب ليه؟ ليه شخص زي كده بيقول كده وشايف حياته كلها صعبة؟ علشان في لازمة في لسانه، في طريقة كلامه، الطريقة السلبية اللي بيردها، كلمة تعب، الحياة كلها تعب، الحياة كلها تعب، كلمة تعب دي دخلت جوه المخ خلاص، ثبتت، العقل اللاواعي خلاص هيأت له كل حاجة، بقت قوية، بقت مسيطرة على إحساسه وعلى شعوره، بقى يسيب يشوف كل حاجة مهما قابلته من فرص ومهما قابلته من حاجات جميلة تقابله في حياته، إلا أنه شايف أن الحياة كلها تعب، لأنه الكلام اللي بيردده أصبح عادة وبقى مسيطر وبيؤثر في حياتنا اليومية. فخلي بالك جدا جدا من الكلمات اللي أنت بترددها، خلي كلامك دايما إيجابي، حاجة جميلة، الحمد لله، نحمد ربنا، الأمور سهلة بسيطة، مفيش حاجة اسمها صعبة، في حاجة مفيش حاجة اسمها مشكلة، في حاجة اسمها فرصة، المشكلة اقلبها الفرصة على طول. خلي كلامك دايما طيب جميل علشان تلاقي حياتك كلها وتنظر ليها بالمنظور ده. خلصنا من نقطة إن أنواع العادات، طريقة الكلام والإحساس عادة. طيب جميل جدا، أحب أنتقل لنقطة تانية. النقطة دي ناس بتقع فيها كتير جدا، إن العادة إزاي أقدر أتغلب عن العادة المسيطرة عليا. طب أنا لو عندي عادة سلبية زي عادة التدخين، في ناس عندها عادة الكذب، أي عادة سلبية، أي عادة هو اكتسبها، إزاي يقدر يتغلب عليها؟ قبل ما اقول لك ازاي تقدر تتغلب عليها، اعرف مصدر العاده ايه. الو، معانا دلوقتي تليفون من الاستاذ السعيد السيد رائد التنميه البشريه. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ نيفين. الو الو، اهلا وسهلا استاذه نيفين. اهلا وسهلا بحضرتك يا كوتش، ازاي حضرتك؟ حضرتك مصدر البسام للبسمه والسعاده والبهجه. بخير الحمد لله. حضرتك منور قناه الصحه وجمال واسره بسمه امل. حضرتك كنا بنتكلم دلوقتي عن ازاي اقدر ابدل العاده واغيرها. حضرتك معايا؟ الو، انا بعتذر استاذه نيفين، الصوت مش واضح.
تمام، يعني انا سامعك جيدا، انا سامعك كويس جدا، سامعاك، اتفضل وانا حضرتك. انا سامع صوت حضرتك واصوات تانية داخله معايا، تحبي لا لا، احبها حضرتك في اتكلم، الوقت انت دلوقتي على المناسب. الهوا، حضرتك دلوقتي انت على اهلا الهوا، وسهلا. اتفضل طيب حضرتك. تمام. تغيير العادات السلبية ازاي اقدر دكتور اغيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بشكرك الإعلامية المتميزة أستاذة نيفين نبيل وكل ضيوفك والسادة المشاهدين. تمام، قيمة الحياة، إن يكون للحياة قيمة، ايوه، وعلشان الإنسان لا يكون لحياته قيمة لابد من العادات اللي موجودة في حياته والأشياء اللي بيستخدمها بشكل يومي أسبوعي سنوي تكون عادات إيجابية وتحقق له هدفه من الحياة. وإذا كانت حياتي ما فيهاش لها قيمة ولها إنتاجية وكانت يعني محسساني بأذى أو إني مش هكون سعيد في حياتي، مش محقق أهدافي، فلا بد من تغيير بعض العادات. العادات معظمها بيكون مكتسب، لكن إذا كنت باخد العادة بشكل intentional، بشكل متعمد، إن أنا ايوه عايز أبدأ العادة الفلانية أو أغير عادة سلبية، تمام، يبقى لازم 3 حاجات. الحاجة الأولى اتفضل. إني أعرف what is the habit، إيه العادة اللي أنا محتاج أغيرها. الحاجة الثانية الهاو، اللي هي إزاي هأغير العادة دي. تمام، والحاجة الثالثة والأهم هو الدافع why. فهم 3 حاجات: what why and how. ويمكن انا دايما بقول ان الواي اهم، الدافع من تغيير العاده اهم بكتير من صح، اي حاجه، لان الدافع اللي بيخلي عندي الاستمراريه، وهو ده المطلوب، الاستمراريه. اه فعلا، فلو انا مثلا عايز اغير عاده السهر، ان انا بسهر كتير وابدا انام بدري، لو انا مش متعود على القراءه وعايز ابدا اقرا، يبقى لازم يكون عندي دافع. الدافع ان انا عايز اقرا، اللي هو الموتيف اللي بنقول عليه. وبالتالي الاستمراريه، ان العاده دي تصير شيء او تكون دايما مستمره، بعملها بشكل يومي او بشكل اسبوعي، بشكل شهري، بشكل ايوه سنوي، ايا كان التايم فريم بتاعها، بس ان يكون عندي الاستمرارية، والاستمرارية هي ثمانية. تفضلي أستاذة نبيل. شكرا جدا لحضرتك، ومتشكرين قوي على المعلومات القيمة اللي حضرتك قلتها لنا، وإن شاء الله أتمنى لك التوفيق، ويا رب بإذن الله دايما الناس كلها فعلا تبتدي تغير العادات السلبية لعادات إيجابية، لأن التغير كل من هو متغير مستمر في الحياة، ومن لا يتغير أو الغير متغيرون يفنون، فلازم تغير، لازم تبدأ بالتغيير من العادات السلبية وإلا هتدمرك. وكانت دي نهاية فقرتنا الأولى، وإن شاء الله انتظرونا الفقرة الثانية مع فقرة جديدة. أعزائي المشاهدين، وزي ما احنا معودين كل إذن بيبقى فيه فقرة للمبتكرين، النهاردة معانا مبتكر صغير قوي ما شاء الله دماغه شغالة، مش مجرد إنه بيمسك التكنولوجي الموبايل وبيلعب فيه، لأ ده ما شاء الله عنده قدرة جميلة جدا، هنشوف إيه القدرة الابتكارية أو الإبداعية اللي عنده. معانا المبتكر الصغير الطفل أحمد. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله. أنت مش طفل، أنت ما شاء الله شاب جميل جدا. قولي يا أحمد بقى، أنت إزاي قدرت إنك تحول الأداة اللي هي تستخدم للتسلية والاتصالات لنوع من أنواع الابتكارات، وأنت عمال تفك وتركب وتستكشف، لنا إيه الحكاية هو بقى في اساسا التكنولوجيا؟ في بدايه اول علاقتي بالتكنولوجيا كانت اختي، وهي انا كنت عندها وانا في سنه رابعه ابتدائي. تمام، اوكي، اختي كانت رايحه كورس اي سي دي ال، فبعدين بابا قال لي روح مع اختك. فاختي بعد ما راحت هي بطلت تروح وانا كملت، وانا عجبني الحوار ده، عجبني حوار بقى الاي سي دي ال بقى والكمبيوتر والسوفت وير الهارد وير، فكملت يعني فيه. فكرة السوفت وير هي اللي جذبتك، بدأت أي أداة إلكترونية بتبتدي بقى تفتحها وتشوف فيها إيه؟ في الهاردوير. طيب قول لنا بقى الصور اللي موجودة دلوقتي، أنت عملت إيه بقى؟ بدأت تكتشف إيه يعني مثلا لما فتحت الموبايل؟
اول حاجه هو اهم حاجه اساسا من غير ما تفتح الموبايل، ها اول حاجه او موبايل او بي سي او اي حاجه، في حاجات كتير في الموبايل او البي سي، حاجات زي معالج، كارت شاشه، رامات، هارد، ان كان بات اس اس دي، اتش دي دي، ماذر بورد، حاجات تمام. كتير. فهو اولا عملت كده ايه؟ اساسا اول حاجه بتعص تشوفها اول ما تفتح الموبايل او البي سي هو المعالج، عشان اي حد بيجي يشتري كيسه جديده او يشتري تليفون جديد اول حاجه بيبص لها المعالج. فالمعالج ده هو اول حاجه شدني للتليفونات للهاردوير خاصه يعني. فحبيت المعالج وحبيت اعرف فكرته، وقعدت اعمل سيرش واسال ناس، وعندي اصحاب كتير من كليه هندسه فقعدت اسال فيهم، طيب عملت ايه؟ قعدوا يقولوا لي يشرحوا لي بالتفصيل، وجابوا لي وقالوا لي في نماذج كذا كذا بتجاب بتفصل لك كل حاجه من جوه، اوكي نماذج كده بلاستيك يا دوبك بس على حجم كبير عشان طبعا المعالج قد الدوفر. تمام. فالنماذج دي انا بدات اجيبها واشوفها وافكها وكده، واحاول اكتب فيها واشوف هي بتشتغل ازاي، عشان طبعا مش هبدا ابدا في البيس على طول او ابدا في الموبايل على طول، علشان لو عملت اي خطا ممكن يحصل فيه مشاكل. تمام. فاول حاجه بصيت لها طبعا هو المعالج، والمعالج ده بيتكون من حاجات زي النواه، المسارات، الكاش ميموري اللي هي المساحه جوه المعالج. اوكي. يعني مثلا نبدأ بالصور اللي كانت معوده الاول، الصوره دي في صور معانا نعرضها علشان هو يتكلم عليها. ايوه اتكلم. او مثلا صوره زي في صور كتير، يعني مثلا هبدأ بالنواه. الصورة اللي قدامنا دي ايه بقى؟ الصوره دي من لطريق تسريع السرعه او التوبر بيست، دي لما الناس بتقول ازاي تقيس سرعة المعالج والكلام ده، هو تقيس سرعة المعالج بيبقى مش بالتفصيل. يعني مثلا في صورة تانية نفس الشكل بالظبط موجودة، صورة كل عامل فيهم عنده خمسة يقدر يطبع 25 ورقة، وهم 4 عمال، ده بيمثل المعالج الرباع النواة، كل عامل بيمثل نواة، والطبعة اللي في النص البنت اللي في ناخد النص. الصورة دي. في صور تانية. في صور تانية دي بعد الكسر على طول، ده بعد التور بيست. تمام. يعني مثلا بيبقى كل عامل بيبقى معاه 25 صورة، مثلا يقدر يطبع 25 صورة، بجمع العمال 100 صورة في الثانية. فكرة التور بيست بقت اللي طب انت، ايه الصورة دي؟ مش صور زي لا بعض ولا دي ايه الفرق بقى؟ لا دي صور ل ها الكاش ميموري كاش ميموري. اللي هي المساحه اللي جوه جوه السي بي يو او البروسيسور او اللي هو المعالج. تمام. كنا بنتكلم عن تيست السرعه. ف تيست سرعه المعالج في ناس بتقول اللي هو التليفون مثلا معالج انتل كور اي 7 مثلا، طب ده ايه الصورة اخره، دي؟ ده انتل كور بلاتون، دي فكرة باتل، ده انتل كور بلاتوم 2، وفي صورة كمان لانتل كور بلاتوم 3. المعالجين دول كان اول كان الاول المعالجات زمان كانت بتبقى معالج واحد متركب بس، كان ما يقدرش يعمل غير مهمة واحدة. فبعدين عارف طبعا كل ما المعالج زاد عارفوا كل ما العدد المعالجات زادت يقدر يعمل في حاجات. صورة هنا. ده بات السوكت، ده المدخل بيخش فيه المعالج الحديث. الحاجات دي انت عملت فيها ايه؟ استخدمتها ازاي؟ هو كنت ليه بالاول يعني انت عملتها؟ كان عندي بي سي قديم فتحته والصورة وفكيته، دي؟ ده الانتل كور بلاتوم 3، المعالج ده بالظبط اول ما عرف احوال اللي هو كل لما تزود المعالجات تقدر تعمل مهام بالجهاز، فاخترعوا معالجات زي انتل كور بلاتوم 2 وانتل كور بلاتوم 3، خلوهم هما الاثنين معالجين في جهاز واحد طب بس. باختصار انت زودت ايه عليها؟ هو قول كده دي بسرعة للمشاهدين. أما زو... دي عملت حد ايه؟ صعبة لحد يزود عليها جدا، عشان دي كمية دقيقة، دي حاجات دقيقة جدا، تمام. يعني صعبة جدا لحد يعرف يشتغل فيها. اوكي تمام. بس انا حاولت ادرس فيها على قد ما اقدر والكلام ده، وقعدت اشوف كل حاجه فيها. ما شاء الله.
طيب ما شاء، في صورة هنا معانا كمان، صورة ايه؟ ده ستيمبرز، ده بيبقى البنات اللي بيخش في المذر بورد بتاعت المعالج. البنز دي بتبقى ملايين من الستيمبرز، دي بتبقى جواها، بيبقى جوه المعالج تمام ملفوفة كده، وبيطلع بالنت تخش في السوكت بتاع المذر بورد اللي هو كان ظاهر من شوية ده. على المهم انا سعيده ان حضرتك كنت موجود معانا، وداوم دايما وخليك دايما في تطور وتميز دايما، وطور من الموهبه اللي انت الاكتشاف القدره عليك اللي انت بتقدر تكتشفها، واتمنى لك دايما بجد والله يعني مستقبل، وحاول انك انت تلتحق بمدارس متخصصه. خلاص المدارس دي بنقول عليها كمبيوتر ستيم ساينس. باذن الله ان شاء الله، وتلتحق بيها وربنا يوفقك في حياتك بإذن الله، وتكون نموذج ناجح لكل الشباب اللي زيك. شاكرين جدا أعزائي المشاهدين، كنتم معنا الفقرة الخاصة بالمبتكرين، انتظرونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الفقرة الثالثة من برنامج بسمة أمل، واللي إن شاء الله النهاردة هنتعرف بيها مع مواهب جميلة جدا جدا هتعجبكم إن شاء الله. في منها اللي طلع معانا قبل كده وانتوا طلبتوا مننا إن احنا نطلعهم لكم تاني، واستجبنا للطلب بتاعكم والحمد لله كمان جولنا تاني النهاردة، وفي منهم لسه وجوه جديدة وإن شاء الله هتعجبكم هما كمان زي المرة اللي فاتت إن شاء الله. في البداية كده هعرف لكم البوست بتاعهم الكبير اللي علمهم واللي ليه فضل كبير جدا عليهم، الشيخ محمد السماحي. أهلا أستاذ محمود، تشرف بحضرتك، وللمرة الثانية بشكر يعني أسرة برنامج بسمة أمل وقناة الصحة والجمال، وربنا يا رب يجعل العمل ده يعني حافز وشيء يعني يدعم شبابنا وبناتنا على حفظ القرآن وتنمية المواهب اللي عنده. النهارده ان شاء الله جايب لكم برضو مواهب جديدة زي ما طلبتوا مننا، وبنشجع حتى اولادنا وبناتنا ان هم يحفظوا القرآن ويكون عندهم مواهب في المجال ده، لان طبعا في ناس بتتجه اتجاهات تانية. يعني نسأل الله عز وجل انه يعافينا ويعافي اولادنا من الاتجاهات الاخرى زي التدخين والادمان والحاجات دي. اللهم امين. وان شاء الله يعني نسمعكم. عايزك بقى تعرف لي كده للشباب اللي معانا كده، يلا ونبدا على طول. معانا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مصباح السماحي، وهو حافظ القرآن كاملا ولسه منتهي من الثانوية العامة وداخل الجامعة إن شاء الله، وصوته جميل ممكن نسمعه يعني. بسم الله إن شاء الله، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ربنا يبارك فيك يا رب. صدق الله العظيم. ربنا يحميك يا رب. بسم الله ما شاء الله صوته جميل طبعا. وكان معانا يا استاذ محمود
الحلقه اللي فاتت محمد الشحات وما شاء الله كان يعني مبدع. النهارده بس نسمعه كده ولو ايتين كمان عشان وقت البرنامج برضه نستاذنك يعني. اتفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله عليك يا محمد. وزي ما عودتنا يا محمد برضو المره فاتت بسم الله ما شاء الله سيدنا صوته جميل جدا. متقلب محمد يعني نسال الله عز وجل ان هو ينفع به ويبارك فيه وفي اخواته وفي كل الطلبه والمشاهدين وفي ابنائهم يا رب. ونسمع برضو يوسف برضو من حافظ القران، حافظ تقريبا 20 جزء من القران بسم الله ما شاء الله، وبيدرس في العام كمان مش في الازهر. ربنا يا رب يبارك فيه ودي حاجه تحسب له بسم الله ما شاء الله. ماشي اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. ربنا يبارك فيك يا رب. بسم الله ما شاء الله سيدنا زي ما عودتنا اصفاد بسم الله ما شاء الله جميله جدا. صاحب القرآن نفس محمود كانه صاحب بستان اينما حل منه حل في نزهه. يعني كل القراءات جميله وكل التلاوات جميله وافضل المجالس هي مجالس القرآن لانه كلام الله عز وجل. بسم الله ما شاء الله. يعني استنونا بعد الفصل البسيط دوت وهنرجع لكم تاني بالدفعه الثانيه واصوات جميلة جدا جدا برضو هتعجبكم إن شاء الله، وكمان هيكون في معانا إنشاد وكمان حتة في الخطابة. استنونا بعد الفاصل.
الجمال موجود في كل مكان في الطبيعة. والفن جمال بكل أنواعه. وطبعاً في البشر. وعلشان تستمتع بالجمال لازم يكون عندك صحة، أكل سليم، رياضة وشوية اهتمام. هو ده مفهوم الصحة والجمال. وزي ما قلت لكم استنونا لفقرة بسيطة كده وحتة كده دقيقة واحدة ورجعنا لكم تاني بالمواهب بتاعتنا والضيوف بتوعنا المميزين إن شاء الله. واللي هيعرفوا لنا برضه كالعادة الشيخ محمد، اتفضل عرفهم لنا. طبعا احنا عايزين نقول يا أستاذ محمود إن بس حفظ القرآن لوحده لا يكفي. لازم الإنسان بيحفظ القرآن عشان يدعو به إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. فاحنا برضه بنعلم القرآن زي ما بنعلمهم القرآن بنعلمهم الأحاديث، وازاي ان هم يكونوا هم في الازهر يعني خطباء على المنابر، وازاي يكونوا دعاء الى الله عز وجل. لان بس مش حفظ القران لوحده لا يكفي، ودي طبعا حاجه كلنا عارفينها، لان كتير من الحفاظ ضيعوا الدين بسبب يعني ان هو فاهم حاجات مش السنه بتوضح القران اكيد ويعني وبتفسر ما جاء في القران. الاثنين بيكملوا بعض ان شاء الله. الاثنين بيكملوا بعض طبعا. نبدا يلا. عندنا طبعا سعد محمد ابو حشيش ان شاء الله هيسمعنا، يعني نقول حاجه في الخطابه كده بسيطه. خطيب خطيب يعني ان شاء الله من خطباء المستقبل. جميل. ان شاء الله اللي بيدونا امل في الحياه. عندك يلا. عندك كم سنه؟ 12 سنه. هي. بسم الله ما شاء الله، يعني 12 سنه وليك في الخطاب. طب خلاص سمعنا، اتفضل يلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى تحت عنوان شقي أم سعيد. نعم، شقي أم سعيد. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء يا رب العالمين، واجعلنا من السعداء يا رب العالمين. أما الأشقياء فكيف يساقون؟ يساقون بالإهانة. قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يساقون بالسلاسل والأغلال، ويقول قائل منهم يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. ويأتي الجواب الذي لا جواب بعده، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اللهم لا تجعلنا في هذا الموقف يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا في هذا الموقف يا رب العالمين. أما السعداء فكيف يساقون؟ يساقون إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإذا بهم يفرحون فرحا لم يفرحوا من مثله من قبل، وإذا بهم يفرحون فرحا لم يفرحوا مثله من قبل. في الجنة يا أحبتي، إن سألتم عن الشراب وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وإن سألتم عن الأنهار فأنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألتم عن الثياب فالثياب من حرير، وإن سألتم عن القصور فلبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك،
وترابها الزعفران يا الله. وإن سألتم عن الأصوات فأصوات الحوريات وأعظم من ذلك أصوات الملائكة وأعظم من ذلك أصوات النبيين وأعظم من ذلك كله كلام رب العالمين. اللهم لا تجعلنا في هذا الموقف يا رب، اللهم اجعلنا في هذا الموقف يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء يا رب. بسم الله ما شاء الله عليك، صوتك في الخطابة ونبرتك واللقاء بتاعك جميل جدا. بسم الله ما شاء الله. أحمد برضو هيكلمنا إن شاء الله عن القرآن ونخلي الابتهال تمام نطلع بيه إن شاء الله من الحلقة. خلاص إن شاء الله يكلمنا عن القرآن برضو بإيجاز أحمد رأفت. طبعا بنشكر أخونا الشيخ علي قاسم اللي مرنهم، هو برضو من الإخوة الأفاضل محافظين القرآن اللي ليه فضل على كتير جدا من طلبة القرآن عندنا الشيخ علي قاسم إن شاء الله. اتفضل. نسمع أحمد الأول شوية كده عن القرآن وبعد كده نسمع الابتهال. قدامك بالضبط دقيقتين تقول فيه متفضل. الحمد لله سخر الأشياء للإنسان وبسط له الأرض فاعتدلت ومرج البحر وجعل الليل والنهار يتعاقبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله العدنان كان قلبه ينبع بالإيمان نشر الخير والهدى والفرقان. ورضي الله عن أبي بكر وعمر وهما لدين محمد جبلان شيء بكت له العينان وخضع له الجنان. لو نزل على جبل لخشع للرحمن. إنه دستورنا إنه مجدنا إنه عنواننا إنه القرآن. فبالقرآن الكريم يسعد الإنسان فبالقرآن يصفو الإيمان فبالقرآن ندخل بإذن الله جنة الرحمن. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بل إن القرآن الكريم فضل من نفحات نعم الله ورحمة من بساتين رحمات الله. قال الله تعالى وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. بل إن الملائكة لتستمع لقارئ القرآن. بين أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن الكريم إذ جالت فرسه وتحركت فإذا ما سكن عن قراءة القرآن الكريم سكن الفرس وإذا ما قرأ تحرك الفرس. فتعجب من ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم تلك سكينة تنزل على قارئ القرآن أنوار من الله تنزل على قارئ القرآن رحمات من فيض عطاياه هدى من غيد سقياه رفعة من منح رباه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، يعني متمكنين جدا بالخطابة ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيهم وفي يعني مشايخهم العليمهم وكذلك أولياء أمرهم يعني. صلى الله يبارك فيهم واجعلهم من الأبناء البارين وأبنائنا وأبناء المسلمين والسادة المشاهدين. ممكن نسمع بقى عاصم، نختم بقى عاصم ختامها مسك كده بقى مع إنشاد جميل جدا ونطلع بيها بآخر مع آخر فقرة معنا إن شاء الله. عاصم تفضل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت أحمدا أما الدليل إذا ذكرت المصطفى سارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين
بماك نزيل هذا النبي. صلى الله عليه وسلم. طيب في النهاية كده يا ريت الفقرة بتاعتنا بتاعت النهاردة أكون عجبتكم الحمد لله، وإن شاء الله نستنونا في الحلقات الجاية هنجيب لكم إن شاء الله مواهب كتير تعجبكم بإذن الله. بس في النهاية كده قبل ما نطلع في الخاتمة، تحب توجه رسالة للآباء والأمهات يا سيدنا؟ اعتنوا بأبائكم بأبنائكم وبناتكم فإنهم أمانة ستسألون عنها أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أبنائنا وبناتنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.